طبعا في البداية نشكر كافة الإعلاميين والقنوات الفضائية وخص بالذكر قناة المسار على حضورها اليوم لتغطية هذا اليوم، نعتبره الحدث التاريخي في من أيام الجميلة اللي نعتبرها من أيام مدينة درنة. نحن اليوم من خلال حركة الكشافة والمرشدات انطلقت عملية في جميع مناطق وأحياء درنة لتوزيع المطويات الخاصة بترشيد الناس من أجل التسجيل في منظومة الناخبين. طبعا موضوع هذا موضوع تحريضي وموضوع ترشيدي من اجل يعني تحفيز الناس، يعني الناس في درنا يعني لا اخفيكم سرا عندها نوع من الاحباط من التجارب السابقه والايقافات والمحاولات اللي اخفقت من اجل تفعيل الانتخابات في كثير من الجوانب السياسيه، ولكن اليوم الامر خاص بدرنا وهو انتخاب المجلس البلدي درنا، والى هذه الساعه نرى بان في تجاوب كبير من اهل درنا، ولكن اليوم جعلناه يوم خاص للمدينة من أجل أن نسمع صوت اللجنة المركزية للانتخابات، نسمعها لكافة أهالي درنا من أجل أن ينضموا لتسجيل في منظومة الناخبين. أختم بشكركم الجزيل قناة المسار وكافة الإعلاميين، ونتمنى لكم التوفيق والسداد.